الفنانة فيدرا أو فرح هي ممثلة وعارضة أزياء ومنتجة وكاتبة ومخرجة أردنية، لمعت في الوسط الفني المصري وكان أبرز ما قدمته كممثلة فيلم أرض الخوف أمام الفنان أحمد زكي في عام 2000. بدأت مشوارها الفني بعد زواجها من المخرج سامح الباجوري، حيث ظهرت كموديل في فيديو كليب أغنية بحبك، ثم فيديو كليب أغنية سكة العاشقين للمطرب مصطفى قمر، كما ظهرت في فيديو كليب أغنية استعجلت الرحيل للمطرب كاظم الساهر. شاركت الفنانة فيدرا في عدد من المسلسلات، نذكر منها مملكة إبليس في كل أسبوع يوم جمعة، ورا كل باب، هجمة مرتدة، شقة 6. ولدت الفنانة فيدرا والتي تعرف أيضا باسم فرح في يوم 4 أغسطس من عام 1970 في الكويت لعائلة أردنية عاشت في الكويت، حيث يعمل الأب الذي توفى وهي في عمر 5 بسبب حادث سير. تزوجت والدتها مرة أخرى من رجل كويتي وأنجبت منه ابن يدعى فهد، وهو الموزع الموسيقي فهد الشلبي الذي تزوج أنغام عام 2004 وأنجبت منه ابنها عبد الرحمن قبل أن ينفصلوا. درست فيدرا في المدرسة البريطانية في الكويت، وكانت جلالة الملكة رانيا ملكة الأردن زميلتها في الدراسة من المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، وبعد أن حصلت على شهادة الثانوية العامة في نهاية الثمانينات انتقلت مع والدتها للإقامة في مصر لدراسة الطب. التحقت بكلية الطب وكانت تطمح أن تتخرج من الكلية وتتخصص في جراحة العظام، لكن طموحاتها اختلفت بعد أن تعرفت على المخرج سامح الباجوري وارتبطوا عاطفيا ثم تزوجوا. بعد زواجها من سامح الباجوري بدأت ترافقه في مواقع التصوير، فنما بداخلها حب الفن، وبسبب ذلك قررت ترك كلية الطب ثم التحقت بالجامعة الأمريكية في القاهرة لدراسة الكيمياء الحيوية، ولم تستمر في دراستها أيضا. بدأت الفنانة فيدرا مشوارها الفني من خلال عروض الأزياء في مصر، حيث ظهرت على أغلفة مجلات مصرية هامة، ثم سافرت إلى باريس وهناك عملت كعارضة أزياء لفترة من الزمن. عادت إلى مصر وعملت كموديل في فيديو كليب لأغنية بحبك للمطرب المصري مصطفى قمر عام 1994، وفي نفس العام اختارها المخرج خيري بشارة لتكون موديل فيديو كليب أغنية سكة العاشقين لمصطفى قمر أيضا. حقق كليب سكة العاشقين نجاحا كبيرا وأصبحت فيدرا وجها مطلوبا، فشاركت كموديل في فيديو كليب أغنية استعجلت الرحيل للمطرب العراقي كاظم الساهر، ثم سافرت لمدة عامين لباريس مرة أخرى من أجل عروض الأزياء. شاهدها المخرج داود عبد السيد على غلاف إحدى المجلات فطلب مقابلتها وأجرى لها اختبار، ثم اختارها لدور البطولة في فيلم أرض الخوف أمام الفنان أحمد زكي والذي عرض في عام 2000، وقد طلب منها تغيير اسمها الفني ليصبح فرح. كان فيلم أرض الخوف بدايتها كممثلة، ثم توالت أعمالها الفنية فشاركت في أفلام مثل جرانيتا، بركان الغضب، حفار البحر، واحد كابتشينو، حفل زفاف، الطريق الدائري، بعد الموقعة. كما شاركت في مسلسلات مثل نور القمر، مسألة مبدأ، عفاريت السيالة، رمال، الجانب الآخر من الشاطئ، القاهرة ترحب بكم، خاص جدا، أزواج في ورطة، زي الورد، نقطة ضعف، سيرة حب، تفاحة آدم، زواج بالإكراه، حارة اليهود، الصندوق الأسود. ارتبطت الفنانة فيدرا عاطفيا بالمخرج المصري سامح الباجوري بعد أن جمعت بينهما صدفة في مصر بعد أن انتقلت للعيش فيها. تزوجوا وكان متزوج في ذلك الوقت من الراقصة دينا. وصرحت دينا في عدد من اللقاءات التلفزيونية أنها لا تحب الفنانة فيدرا كونها تزوجت من المخرج سامح الباجوري وهي تعلم أنه متزوج، وأضافت أنها كانت سبباً في خلافات كبيرة بينها وبين حماتها. زواج فيدرا من الباجوري تسبب في وقوع خلافات بينه وبين زوجته الأولى الراقصة دينا، وانتهى زواجهم بالطلاق بينما استمر زواجه من فيدرا حتى رحيله عام 2001.
وفي عام 2004 تزوجت الفنانة فيدرا من المخرج هادي الباجوري شقيق زوجها الراحل، بعد أن نشأت بينهم علاقة عاطفية، لكن الزواج لم يستمر طويلا وانتهى بالطلاق في عام 2006. والجدير بالذكر أن هناك علاقة عاطفية جمعت بين الفنانة فيدرا ومدير التصوير طارق التلمساني، لكنها لم تكلل بالزواج، وقد تزوجت مرة ثالثة ولكن لا نعرف تفاصيلها.